استواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة. أنا كرت ماوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح السعادة، صباح تحقيق الأمنيات. الله يحييكم ترحيب المطر والسيل في برنامجكم اللي منكم وإليكم، ويتمنى أن يقدم ما يرضي الله ثم ينال على استحسانكم ورضاكم. برنامجكم النشامة على قناة الواقع، هذه القناة المميزة التي أصبحت تكتسح عالم القنوات وعالم الفضاء بحضورها المميز وبرامجها وبجمهورها الوافي. شرواكم، الله يحييكم جميعا في هذا اليوم السعيد. عدنا إلى الدوامات، عدنا إلى النشاط، عدنا الحمد لله رب العالمين. نتقلم من نعم إلى نعم، يوم نحتفل ويوم نعمل ويوم نجتهد ويوم نخطط، وهكذا هي الحياة. المقصد كله أن ننهض بإذن الله تعالى بهذا المجتمع وهذه الدولة إلى المكان المرموق اللي تستحقه. وبشركم إنها على قولة الرجال ذبت الريع، أبشركم من قدها براس الريع. الله يعزها ويعز ولا تمرها ويعز شعبها ويحفظنا وانتو بديننا وعقيدتنا وبتلاحمنا خلف قادتنا. مرحبا باللي حضر معي اليوم من الأوفياء اللي يتكبدون هذا المشوار، إنه مشوار والله إنه صعب، ويحضرون كل محبة فيكم ويتمنون يقدمون شيء ينفعهم عند الله. الله يحييهم ترحيب المطر، وابدابهم كالعادة من على اليمين ارحب يا ابو صالح. مرحبا الحاضرين والمشاهدين، والرزق المتجدد والاعمال الجديدة والاخلاق الطيبة، اللهم لك الحمد بخير ونعم ما تحصى ولا تعد. الحمد لله، وذلك من فضل الله، وعند الله المزيد، وعند الله كل خير. يا اخوانك خلك مع الله وكن مع الله، يعينك ويوفقك بالدنيا والدين. أما يا أخوان، الإنسان اللي يقول مكتوب مكتوب، طيب أعمل يا أخوي علشان أنك تحصل الخير وتحصل السعادة. أما أنك تبي تنجي ضعتبي تقول تجيني دراهم ويجيني نجاح ويجيني، لا، اكتحوا في الأرض وترزق والله وأفلحوا. واللحمة يا أخواني، اللحمة اللحمة مع ولاة أموركم، والله ما تهزكم. لا إله إلا الله، تبارك الله الحي القيوم، أنه معكم بإذن الله تعالى. وهذه حالات الدنيا، ومن أحبك أحبه، وأحسن أخلاقكم ودينكم وأعمالكم تصلح كل الأمور وسلامة الجميع. سلمت وجملت، والله يحييك أبو صالح، يحيي علمك. البارح بغيت أدق عليك في الليل، ورحنا وياك نحتفل مع المسلمين ومع الناس لأني ماني مادل في الرياض، خاطر إنك تدل أنت أحسن مني. لكن الظاهر إنك بعد أنت مشغول بعد. لا لا والله على الله. ولا بغينا نروح في الجيب الأبيض. الله يوفقك أبو صالح، والله إن هذا ما نحب ويسعدنا يعلم الله. الله يرفع قدركم من يسمع. كرمية النفس هواها، اللي يقول الحمد لله. الله يمد في حياتك يا أبو صالح، حياتك. والله أننا نحبك، يشهد الله على ذلك، ونقول عروس الشهاد، ونحن كذلك نتقرب إلى الله بحبك، ونحن من يوم عرفناك ولا نزكي على الله أحد. يا الله تسعد، الله يجعل مثلك في الرجال واجد ومن يسمع. تشرف بشهادتكم، والله يعينك ووفقنا وياكم. من يقول سالم، صبحك الله بالخير يا أبو حسام. السرور يا أبو عبد الله، يا مرحبا. الله يحييك، الله يسعد صباحك والحاضرين والمجلس الطيب والمشاهدين. الله يحييك، الله يحييك يا ابو ركان. الله يحييك يا ابو عبد الله، ويحيي الجميع، وصباح الخير على الجميع، بس الله يوفقنا وياكم لكل خير. الله يحييك ويجود عليك، انا توه بلغني حسن الان انك انت مفطرنا اليوم، والله يجود عليك ويكثر خيرك، وانت والله ضيف علينا، لكن الطيب ما يستغرب من هله. الله يجود عليك، ارحب يا ابو مشبب. الله يحيينا باك ويطول اجلك. اما صلي وسلم على رسول الله سيد البشر الامين، اسال الله الكريم رب العرش العظيم يجعل قوتنا وقوتكم في طاعتك. امين يا رب. واصبح انسع مني يا طويل العمر على المشاهدين وعلى ملوكنا، الله يحفظهم ان شاء الله بحفظه. آمين. وعلى رئيس القناه وعلى جميع المذيعين وجميع الاخويا وجميع الضيوف، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله، ويحييك يا ابو مشبب. صباح الخير يا ابو سعود. صباح النور والسرور. يلا حي. الله يسعد صباحك وصباح الزملاء، صباح المشاهدين من امام الشاشات، صباح الوطن، صباح المملكة العربية السعودية العظمى. شكرا للجميع، والله يحييكم ويوفقنا وإياكم لكل خير. آمين. اللهم آمين. صباح الخير يا أبو علي. صباح النور والسرور، وأسعد الله صباحك وصباح زملائنا وضيوفنا في هذا المجلس والمشاهدين أمام الشاشات، وصباح وطننا العزيز في أمن وأمان وصحة في الأبدان. امين يا رب العالمين. صبحك الله بالخير اخوي محمد الشهراني، والله يحييك ترحيب المطر. سلمك يا ابو عبد الله، يحييك ويحيي من يسمع.
بحيي الأخوة الحضور والمشاهدين، وإن شاء الله تطلع حلقة ثرية من الشعر ومن الرواية ومن الثقافة بإذن الله تعالى. الله يحييكم. الشاعر الذرب وخوينا الغالي، أرحب يا شيخ مسفر. الله يحييك ويرسلك وعبد الله، حييك وحيي الزملاء والمشاهدين خلف الشاشات. أسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا الأمن والأمان في هذا البلد المعطاء، ونجمع كلمتنا ووحد صفنا ويكفينا كل الشرور. اللهم صل على سيدنا محمد. اسمح لي بابدا بكل يوم انت يا مسفر عليه الشحم والطيب. في قصيده امس عجبتنا ابيات لك وقالها اخونا سلطان البريك الدوسري في القناه، وودنا نسمعها من من من, من صاحبها ولا لا؟ وش رايك؟ ولا سلطان ما قصر؟ ودنا تعطينا الابيات، وهي ابيات جميله ومن رجل انه هي في الاصل شعره يعني، لكن أسلم. ما خلص شلها عشان يعينها. ان بغيت تشلها شلها، وان بغيت اللي تبي لابد من ها؟ وبغيت تطيط. يا سلام يا سلام يا رفع المعنى وياه، يا سلام باسم دار العروبة وافتخر يا سعودي، باسم دار العروبة وافتخر يا سعودي، باسم دولتها للعوج سلام وتحية، الله للشعوب محبوبه وافتخر يا سعودي، للشعوب محبوبه وافتخر يا سعودي، مهبط الوحي سلام وما بعث نبيه، حن عمال لي حكوبه وابتخر يا سعودي، حن عمال لي حكوبه وابتخر يا سعودي، دارنا دولة التوحيد بالله قوية، للمعادي عقوبه وافتخر يا سعودي، للمعادي عقوبه وافتخر يا سعودي، يا ملكنا عسى يحفظك رب البرية، يا زعيم العروبة وافتخر يا سعودي، يا زعيم العروبة وافتخر يا سعودي. أبشر بالسعادة. يا سلام يا سلام يا رفع المعنوية، سلام يا سلام يا رفع المعنوية، باسم دار العروبة وافتخر يا سعودي، باسم دار العروبة وافتخر يا سعودي، باسم دولتها للعوج سلام وتحية، باسم دولتها للعوج سلام وتحية، للشعوب محبوبة وابتخر يا سعودي، للشعوب محبوبة وابتخر يا سعودي، يا ملكنا عسى يحفظك رب البرية، يا ملكنا عسى يحفظك رب البرية، يا زعيم العروبة وافتخر يا سعودي، يا زعيم العروبة وافتخر يا سعودي، يا ولي العهد فخر النفوس الأبية، يا ولي العهد فخر النفوس الأبية، شامخ
وفتخر يا سعودي كان الخير في وجوبه وفتخر يا سعودي الحي يحييك الله لا يحييك على كل حال لقيت سلفنا القصيده وافيه والصوت وافي والله كل زين واشكر المنشد سلطان الابريك الله يبيض وجهه والسامعين استاهل ما شاء الله ما شاء الله بيض الله وجهك يا ابو الله يبيض وجهك وجهكم جميع